بين جنبات السجن الاحتياطي بمكتب الصحة العامة وسكان، والذي يعتبر بديلا عن السجن المركزي، يحتضن بين أركانه أكثر من 150 سجينا، حيث باتوا يكابدون المعاناة والانتظار الطويل على أمل تحقيق العدالة وتحريك قضاياهم أمام المحاكم في محافظة لحج. أن تستجيب السلطات وأن تسمع مطالبنا وأن تحرك قضايانا لدى المحاكم. نطالب محكمة الاستئناف بتسجيل أو بعقد الجلسات لمخارجتنا وعمل حلول لقضايانا، لأننا مساجين لفترة طويلة ولم ينظر في قضايانا. الخلاف بين النيابة ومحكمة الاستئناف زاد من معاناة هؤلاء السجناء، خاصة بعد توقف عقد الجلسات، مما انعكس سلبا على نزلاء السجن، فباتوا عرضة للأمراض ناهيك عن الجانب النفسي والمعنوي. الخلاف بين النيابة والاستئناف انعكس على المساجين وتحمل أضرار، أيضا أضرار نفسية وأضرار اجتماعية. انتشرت الأمراض الجلدية بشكل كبير، الجرب والفطريات. المطالبات الحثيثة من قبل إدارة السجن بضرورة إيجاد بيئة ملائمة تكللت بتوفير بعض الاحتياجات والمستلزمات والقليل من الأدوية، إلا أن تلك الجهود يقابلها الكثير من المعوقات والصعوبات الأخرى كانعدام الغذاء والأدوية الضرورية. والعاني معانا من السجن من مرض، من غذاء، من ماء، ونقومنا في هذا السجن قوما بداية الأمر، ونحن بنعاني فيه باسم سجن مركزي، وهو السجن احتياطي، سجن 8 غرف، ولصلح كل غرفة فيها 8 سجناء، 9 سجناء، 10 سجناء، صغر السجن، أن السجن ما هو سجن مركزي، سجن احتياطي مركزي بالمحافظة. يرى البعض أن قرارا واحدا من الجهة ذات العلاقة قد يشكل فارقا لهؤلاء السجناء، هو استئناف مهام وأعمال المحاكم الاستئنافية في المحافظة، والذي سيزيح عنهم هذا الانتظار الطويل وينهي معاناة بقائهم في السجن. مختار شعتل لقناة بلقيس، محافظة لحج.